العام للمصالح بجامعة مكناس، السادة مدير وممثل المصالح الله مركزا، ممثل الأبناك والمقاولات والوكالات، أيها الحضور الكريم، أرحب بكم في هذا اللقاء التشاوري والذي يدخل في إطار إعداد برنامج جماعة مكناس في الفترة الممتدة من 2022-2027، والشعار الذي اختير لهذا اللقاء التشاوري واللقاءات الأخرى هو تشارك ومسؤولية. لم أطل عليكم وأعطي الكلمة للسيد المدير العام للمصالح، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للجميع. اولا قبل ما نرحب بكم تنطلب الاعتذار يا سيدي الرئيس، نظرا لانه بعثه صحيه حاجه جدا باش تكون معنا اليوم، لهذا انا غنوي عليه. فترحب بكم وتنشكركم على التلبيه ديال الدعوه للحضور معنا في هذا اللقاء التصوري الذي يدخل في اطار اللقاءات التصوريه التي تنظمها الجماعه في افق اعداد برنامج عملها ممتد من 2022 حتى 2027. فبعد خمسه ديال اللقاءات اللي قمنا بها او سته، اللي همات كل الحكامه والاعلام والاحزاب السياسيه والنقابات والمجتمع المدني والاستثمار، تيجي اليوم هذا اللقاء اللي تيهم الصناعه التقليديه والسياحه والتجهيزات والبنيه التحتيه. هذا المحور اللي تنعتبره من المحاور المهمه جدا لما له من ايجابيات على الساكنه ديال المدينه ككل وعلى الساكنه ديالها. كنا تنوجدوا هذا البرنامج وهذا الورشات، كنتفكروا كيفاش نفرقوهم. لقينا بان هذه الورشه هذه انها جمع مع التجهيزات التحتيه والبنيه التحتيه والسياحه والصناعه التقليديه، نظرا للارتباط بيناتهم. لان الجاذبيه ديال المدينه سياحيا للصناعة التقليدية ما يمكنش تكون مزيانة إذا ما كانش بنية تحتية مزيانة. لهذا فكرنا باش نديرو هذا اللقاء هكا، بدنا نفرقوا على جوج ورشات، يعني ورشة تتكلف بالصناعة التقليدية والسياحة، وورشة أخرى تتكلف بالتجهيزات والبنية التحتية. ولكن تيبان لي بأن العدد قليل، تنقترح واش ممكن نديرو ورشة وحدة ونهضرو على جوج ديال المحاور كلهم نهضرو عليهم بخطرة. ولا ما نديروش دوار الشمس، هذا هو اللي باش نتكلم شويه على برنامج عمل. تعرفوا بان المجلس السابق كان دار برنامج عمل وكان عطى هذا المحور واحد الاهميه قصوى، ولكن واحد العدد الامور منها ما تحققش، بحيث ان البرامج اللي كانت تدخل في هذا المحور كانت فيها تقريبا واحد 25 حتى 30 مشروع تحقق منها واحد 20-30% اللي تحقق منها في البنيه التحتيه. هذا الشيء صوبنا في المدينه، هاد الطرقات اللي صوبنا، هذا الشيء ديال الضوء اللي درناه، هاد الشيء ديال لي سبونسوفير، في حين ان الجانب السياحي خصوصا انه يعني في السنه الثانيه او الثالثه من برنامج عمل السابق جات كوفيد، كل شيء وقف، حتى حاجه ما دارت. لهذا جميع المشاريع اللي عندها علاقه بهذه المحاور وكانت في البرنامج القديم غادي نحاولوا غادي غوبخوند، يعني حاجه اللي تنشوفوها كانت مزيانه راه نعاودوا نخليوها، وطبيعه الحال غنزيدوا شي حاجه اخرى. كذلك دابا عيطنا لكم باش اولا انتوما في المدينه تولا تسيروا انتوما الشان ديال المدينه، باش تعطونا الاقتراحات ديالكم، انتوما عارفين مشاكل المدينه، الاقتراحات ديالكم اللي يمكن ناخذوها احنا بعين الاعتبار في البرنامج ديالنا. مره اخرى ترحب بكم وتنتمنى لكم التوفيق في هذه الورشه هذه، وشكرا.